إذا متابعي الكرام، متابعين شوف تي في، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر من مدينة تمارة. كما كنشوفوا مدينة تمارة المدينة الوحيدة اللي كنشوفوا، الوحيدة اللي كتعيش يعني هذا الشيم ديال الصراعات السياسية. إلا كنتي صاحبي غنعطيك بلاصة فين يعني دير واحد البروجي، مثلا بحال يعني البروجيم ديال هادشي ديال ترفيه الوليدات. كنشوف واحد الصراعات كبيره بمدينه تمارة، وهذه رساله السيد الوالي اليعقوبي يعني باش يشوف هاد المهزله اللي يعني كيقوموا بها بعض المستشارين بمدينه تمارة. يعني كنشوفوا بان غياب الفضاءات للترفيه الوليدات، يعني الناس اللي بغات تخرج وليداتها تلعب خاصها تضرب واحد يعني الكيلومترات تمشي للرباط ولا تهبط للشاطئ هرورة، يعني للشاطئ هرورة. يعني شكرا يعني الناس اللي كيخدموا في يعني في يعني على الرئيس ديالها ولا يعني الناس ديالها، يعني كيفاش رجعوا يعني هرورة واحد المدينة، يعني واحد المدينة زويونة تبارك الله، فيها مرافق يعني للرياضة، فيها المرافق الترفيه. الا كنشوفوا مدينه تمارة باقا كتعيش يعني هاد الصراعات السياسيه، مثلا بحال هاد لافار هذا، يعني دابا تقريبا شهرين هو حابس. شنو السبب ديالو؟ يعني شنو السبب؟ هو صاحب الرئيس او صاحب المستشار يعطيك الرخصه. علاش يعني فين هما الفرص يعني التكافل ديال الشباب؟ علاش ما نشوفوش يعني الشناق هاد لافار يعني الوحيد اللي تقريبا كنشوفوه بمدينة تمارة بنفس اللعاب بنفس الماتريال، يعني ما كاينش شي جديد او يعني شي يعطي واحد اللعاب اليوم زويونين للوليدات فين يلعبوا. كنشوفوا يعني هذوك اللعاب القدام هما اللي نفس اللي كنلقاهم في هاد الساحات مولاي رشيد. علاش ما نشوفوش يعني تعطيو الفرص للشباب اللي باغا تخدم؟ كاين شباب باغيين يخدموا، كاينين الناس يعني باغيين يخدموا، يقد يجيبك واحد المعدات واحد الماتريال اللي هو جديد. كنشوفوا بان هاد لافار حابس، وتكون هما الضواحي هما دوك الاطفال، هما دوك الاطفال اللي كيجيو باش يلعبوا، ما كيلقاوش يعني المتنفس فين غيلعبوا. الا كنشوفوا بان هاد لافار مده هو مستغل هاد المكان ما فاتحش يعني باش يدخلوا الوليدات يلعبوا. علاش؟ صراعات سياسيه، كاينين الناس باغيين ياخذوا هذا المكان ويديروا حتى هما يعني واحد الفضاء ديال الوليدات فين يلعبوا وهذه، ولكن لا، بان كنشوفوا بان هذا المكان يعني حاط فيه واحد، يعني كل عام كنشوفوا نفس لافار، نفس يعني نفس الشخص، نفس الالعاب، نفس الماتريال. بغينا نشوفوا شي حاجه للمدينه تكون زويونه، شي يعني العاب تكون يعني في المستوى، يعني يكون كل مره وتعطيو الواحد ياخذ الرخص. الا كنشوفوا الا كان الصديق ديالك يعني مستشار او للرئيس هو اللي كياخذ هاد البروجيات في تمارة. حنا كنتمناو الرساله الى السيد اليعقوبي باش يفتح واحد التحقيق يشوف يعني هاد الناس اللي كيستغلوا مثلا هاد المكان هذا اللي كنشوف واحد الفضاء، يعني واحد الساحه اللي كبيره كيجيو لها الناس كيجيبوا الوليدات، ولكن ما كيلقاوش فين يلعبوا وليداتهم الا كيضطروا لواحد الساحه، كيضطروا كيمشيو لواحد الساحه كاينه هنا يعني قرب. انا غندور لكم الكاميرا باش تشوفوا متابعي الكرام، يعني كاينه واحد الساحه راهي ليها هذيك، حتى هي في واحد الفضاء يعني ديال الوليدات الصغار، ولكن نفس المشكل. إلا كنتي صاحب الرئيس أو صاحب المستشار تيعطيك. جاتنا أخبار يعني حاليا بأن تما خداها عاوتاني واحد يعني الشخص اللي كان فعلا مؤخرا يعني كيزاول العمل ديالو تما كينا، والصديق ديال الرئيس فعلا عاود خدا الرخصة. علاش؟ لا كاينين شباب يعني كاينين الناس، أقسم بالله لا جاوني اتصالات وجاوني ناس قال لك خويا طارق راه غنحاولوا باش غندير واحد الجمعيه، ولكن حتى نخرجوا يعني في المنبر ديالكم المحترم باش نوصلوا الرساله للسيد يعقوبي والناس يعني المسؤولين هنا بمدينه تمارة باش يشوفوا هذه المهزله اللي كتوقع هنا في هذا
الفضاءات ديال وليدات اللعب، وكما كنشوفوا بان ما كاينش المتنفسات هنا في مدينه التمارة. اول حاجه ما كاينش فضاءات يعني فين يجلسوا الوليدات ويلعبوا. انا غنحاول باش غنقربكم وتشوفوا الوليدات فين تيلعبوا المتابعين. انا غنحاول نقربكم وتشوفوا يعني الحاله الكارثيه ديال مدينه التمارة، الوليدات الصغار فين كيلعبوا، والعيالات والامهات اللي كيجيبوا الوليدات ديالهم باش يلعبوهم، ولكن ما كيلقاوش يضطروا. يعني كما كتشوفوا الباب مسدود ديال هذا الفضاء هذا. علاش ما تعطوش الرخصه لواحد اخر باش يخدم ويحاول يعني ينشط الوليدات ويفرح الوليدات يلعبوا، الا كنشوفوا يعني في غياب ديال الفضاءات. شكون تيتحمل هاد المسؤوليه يعني ديال كنشوفوا بان تيتم هدم البراريك في مدينه التمارة، تيتم بناء يعني ديور الصافيح في مدينه التمارة، ولكن كنشوفوا هنايا بان يعني مبني اكثر من البناء العشوائي في هاد المساحه هذه. هانتوما المتابعين الكرام، شوفوا الوليدات الصغار فين كيلعبوا. راه حشوم وعيب وعار باش غتجي غتلقى الوليدات الصغار كيلعبوا في هذا المكان هذا. يعني باش غتلقى هاد الوليدات الصغار كيلعبوا في هذا المكان، وكنشوفوا في غياب المساحات الخضراء، في غياب الفضاءات الوليدات الصغار، يعني كنشوفوا بان كاين الزبونيه والمحسوبيه. الا بغيتي دير بروجي او لو بغيتي تخدم، خصوصا الشباب ديال مدينه التمارة اللي كيضيع، يعني السبب شنو هو؟ الا بغيتي تخدم خاص باك يكون صاحبي. يعني حنا يعني الحمد لله تنتصنتوا الخطابات الملكيه ديال سيدنا اللي كيوصي على الشباب باش يخدم الشباب، ولكن الغريب في الامر كنشوفوا بان بعض المسؤولين مدينة التمارة العكس الامر، يعني كيخالفوا بعض الاوامر وكيحاولوا يعني الا كان صديق ديالك او هذه يقدر يعطيه بروجي، يقدر يساعده يعني في بزاف د الحوايج. كنتمنوا يعني رسالتنا الى سيد الوالي اليعقوبي، واحد انسان محترم، واحد انسان خدوم، واحد انسان طيب، الى الكل في مدينه التمارة كيفتخر بهذا الرجل، هذا يعني الرجل الخدوم لهذا البلد. يعني صراحه واحد الانسان طيب، وكذلك يعني كي اي حاجه يعني تيشوف شي مخالفه كيحيدها، شي حاجه ما خداماش كيوقف يعني يعني تيوقف وكيخدم يعني بواحد الخدمه ديال يعني حب الوطن، حب لهذ البلاد. كنشكر السيد الوالي يعني لانه واحد الانسان خدوم، واحد الانسان يعني لا الرباط لا طنجه، يعني لا عده مدن اللي خدمهم تبارك الله، ويعني شفنا كيفاش يعني رجعوا هذه المدن هذو مدينه التمارة الحمد لله من اللي دخل ليها اي مفسد اي يعني مسؤول اللي يعني كيخرق القانون الا كيتم العقاب ديالو. شفنا يعني عده مسؤولين هنا بمدينه التمارة اللي منهم يعني توقف، اللي منه كاين اللي مشى للسجن. يعني شكرا يعني السيد الوالي اللي واقف يعني على الامور من ديال مدينه التمارة، ولكن هذه رساله باش يشوف يعني هذه المهزله اللي في مدينه التمارة. يعني لافار هادي يعني اشهر هو حابس في غيلعبوا الوليدات.
يعني غنحاول باش نقربكم من واحد الصورة اللي هي مؤسفة. صورة مؤسفة، ولكن هاد البلاصة غنقول لكم متابعي الكرام فين. هنا قرب من جماعة تمارة، يعني كما كنشوفوا الأم والوليدات ديالهم فين جالسين، يعني في الحمرية في التراب، كما قلت لكم في غياب المساحات الخضراء، في غياب المرافق الوليدات الصغار. يعني رسالة للسيد الوالي، يعني باش يشوف هاد المسؤولين ديال مدينة تمارة، يعني اللي من نهار يعني خداو الكراسي في مدينة تمارة وما خدموش يعني شي حاجة لمدينة تمارة، اللي يعني لا إلا خرجنا وسولنا المواطن التماري تقول لي واش شي يعني الناس ديال مدينة تمارة واش داروا شي حاجة أو لا، يقول لك ما داروا حتى حاجة إلا شناق دخول السيد الوالي اللي يعني أعطى واحد الإضاءة واحد الإنارة لمدينة تمارة. كنقول له شكرا لك. إذا المتابعين الكرام، يعني كما شفتوا الصورة يعني مؤسفة، باش غنشوفوا يعني الوليدات يعني فين جالسين والمرافق اللعب يعني مسدودين. علاش؟ يعني مخلي الأطفال اللي هما محرومين يعني من المرافق الترفيه. السبب علاش متابعي الكرام نقول لكم السبب هو الصراعات السياسيه ديال مسؤولين مدينه تمارة. يعني المسؤولين ديال مدينه تمارة خاصو الا بغى يعطي البروجي خاصو يعطيه الصديق ديالو، وحنا يعني غنحاولوا باش غنقربوكم ان شاء الله من يعني حتى واحد البروجي اللي تعطى يعني واحد الناس اللي هما الاقارب ديال الرئيس، يعني وغنحاولوا غنوضعوا لكم هذاك الشيء يعني بالصوره والصوت ان شاء الله. اذا المتابعين الكرام، هذا مباشر من مدينه تمارة، يعني مدينه تمارة اللي في غياب الفضاء الترفيه الوليدات، في غياب المساحات الخضراء، كنشوفوا بان هاد لافار سنوات يعني هو نفس لافار اللي كيحط، ما كنشوفوش يعني شي افار، يعني شي معدات جديده، شي مسائل اللي مزيانه، كنشوفو نفس الماتريال، نفس يعني اللعاب. بغينا يعني علاش لا ما تكونش واحد الالعاب جديده، علاش لا الوليدات يجيو ما يجلسوش هنا في هاد الخلاق اللي يعني نقولوا بانه ما فيش يعني المساحات الخضراء. علاش ما نلقاوش يعني شباب اللي باغيين يخدموا، باغيين يقدموا بروجيات؟ الى مشينا يعني لجامعه تمارة غتلقى عده شباب يعني كيحطوا طلبات للترخيص للعاب، ما كيستجبوش معهم لمن كياخذوهم الا لكتي الصديق السياسي. يعني كنتمنوا هذه الافعال باش تحيد من مدينه تمارة، واي ملحق ياخذ الحق ديالو. غنخليكم المباشر غيكون في هذا يعني السيمانه المقبله، باش يعني نقربكم من الفضاءات اللي هما بالوثائق، الفضاءات اللي تتخداو لاصحاب المنتخبين مدينه تمارة. اذا المتابعين الكرام، متابعين شوف تي في، مابقى لي نقول لكم دمتم في رعايه الله.